إذا إخواني المغاربة، السلام عليكم وصباح الخير عليكم. تحيات أخوكم حميد العقاوي دائما مباشرة من مدينة أسفي. أسفي على ما آلت به الأوضاع هنا بأسفي. لا نحمل المسؤولية لأي أحد، لأن هذا قاسم مشترك. مجموعة المشاكل هي اللي خلات أسفي كتعيش هذه اللحظات، كتعيش أيام سوداء. لازلنا هنا بمدينة أسفي، فهاد البلاصة بالضبط وفي هاد الطريق بالضبط المجاورة لهاد الروضة اللي كان ناوي، ما كانش ناوي عفوا، أن داك مفدك رجل الأمن ضابط ممتاز أنه غادي يموت هنا فهاد البلاصة بالضبط. فهاد البلاصة بالضبط إخواني اللي غادي نوصلوا دابا، غادي تشوف أخي المتتبع فين كان ساكن هذاك الوحش الآدمي اللي قتل هذاك رجل الشرطة بلا حشمة بلا حيا، سبعة ديال طعانات هنا بالضبط في هذا الروضة. أخي المتتبع كان هذاك السيد مسكين يحاول دائما أنه باش يرممها هنا في هذا المنطقة. سلام. من واش بأنه راه أن الروح ديالو أن غادي تسبب على يد واحد اللي راه ساكن حدا هذا الروضة في ديك الدار بالضبط كان ساكن المجرم. لا بابا نجير، بابا نجير. إذن لا ترصد، لا إله إلا الله. إذن إخواني المغاربة السلام عليكم وصباح الخير عليكم، تحية لكم. وغادي نمشي ونشوفوا البراكة فين كان ساكن هذاك المجرم اللي فجع الناس ديال أسفي. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم حسبي الله ونعم الوكيل. هنا بالضبط كان تيدوز هذاك السيد ديما، هذه هي الطريق دياله. من هذا الباب كان تيخرج المجرم لأنه كان ساكن هنايا. هنايا كان ساكن بالضبط المجرم. غادي نشوفه. هنايا إخواني مناش كان تيخرج هذا المجرم اللي فجع ساكنة أسفي. هنايا فين كاينين هادوك العيالات بجوج، تما هادوك جيران وما نواوش بأنهم راه كانوا عايشين حدا الدار ديال وحش آدمي. فهاد البلاصة بالضبط، فهاد الحي بالضبط إخواني غادي يخرج داك المجرم اللي فجع الساكنة. سولنا على عائلته لقينا حتى واحد ما بقى معاه، ربما تصرفاته خلت عائلته أنها تمشي وتسمح فيه. هنا بالضبط خرج المجرم هذاك الصباح. هنا بالضبط إخواني خرج وغادي يرجع في العشية إخواني من بعد ما ارتكب جريمة، جريمة اللي اهتزلها الرأي العام. هادو الجيران والجارات ديال المجرم لا حديث إلا عن هذا الكلام، لا حديث إخواني. إن كيفاش رجل عادي أنه ساكن إخواني هنا مع خوته بواحد زعما في حي شعبي، حي تيعرف البراءة، حي أخي المتتبع اللي معمر ما عرف شي فاجعة بحال هذه، حي مجاور للروضة اللي غادي يكتب الله لهذاك البوليسي مسكين أنه غادي يتدفن فيها من بعد ما مش حال من حملة تطهيرية دارها هذا البوليسي مسكين. هنا كان تيحاول أنه ينقل انتراج ديال هذه المنطقة، من واش بأن غادي يجي لورول دياله هو بالضبط. نعم فاجعة بكل المقاييس. هنا أخي المغربي، أختي المغربية، تعزينا وعزاؤنا واحد لكل أجهزة الأمنية ومزيدا من الحضر، ودائما أننا نطالب حماية رجال الأمن وحماية حتى المواطن من البطش ديال بعض رجال الأمن. إيه نحن سواسية أمام القانون. إيه أخي المتتبع احنا سواسية أمام القانون. لا، هنا بالضبط كان تيسكن، هنا كان تيجلس، هنا هاد المجرم كبر وترعرع وما نواوش بأنه غادي يخرج من فوسط هاد الدوار إخواني وهاد الحي اللي تيعرف الطمأنينة والهنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله وكل نفس دائقة الموت. مازال العيالات هنا والجارات مازال كل شيء أنه مستغرب لهاد الفاجعة اللي هتزلها الرأي العام.
حسبي الله ونعم الوكيل. ناس بسطاء، ناس كرماء، ناس أبرياء، ناس مساكن ما العشوائية. نعم كاين عشوائية وكاين بناء عشوائي وكاين ما يتقال في هذه البلاد. هنا إخواني هادو الجيران اللي شاركوا الطعام وشاركوا الملح مع هذا المجرم، ما نواوش انه راه غادي يفجعهم وغادي يولي هذا الدوار، هذا الحي غادي يولي كله تحت الزوم ديال الكاميرات العالميه والوطنيه. نعم اسفي على مدينه اسفي، نعم اسفي على مدينه اسفي وما الت اليه الاوضاع. شكرا للاجهزه الامنيه، وتنتمنوا المزيد من اللوجيستيك والحضر ثم الحضر رجال الامن. القهرة فاش عايشين هاد الناس بصح، هي هادية الحالة. كيف بغيتي أن واحد عايش هنايا وكآبة وظلام وفقر وبنية تحتية مهترة، شنو بغيتي غادي يخرج؟ غادي يخرج مجرم إلى ما عاوناش ودرنا يد في يد المجتمع المدني الأسفي والجمعيات. كنتمنى حتى انتم تدخلوا في الخط وديروا إخواني ندوات توعوية، ندوات اللي غادي تحاولوا إخواني توعيوا بالخطورة المآلتيه الأوضاع. لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل نفس ذائقة الموت. فهاد البلاصة بالضبط إخواني مازال الجارات ديالو محتارين، مازال إخوان الدار ديالو راها مسدودة بأمر ديال وكيل الملك، العائلة ديالو ما كاين حتى واحد من عائلته هنا. هو بيني وبينكم كل شيء تعجب في هاد التصرف اللا إنساني اللي قام به هاد السيد. شهادة الجيران ديالو ما تشكوش منه بزاف. بناء عشوائي حقا، هذه الحالة إخواني ديال مجموعة ديال المغاربة، مجموعة ديال مئات وآلاف المغاربة. هذه هنايا كانت يسكن بشحال جلس فوق هذا الكرسي، كانت يبنية مع عمرهم من هو آخر متتبع أنه غادي يقدر يدير هذه الفاجعة. هنا بالضبط إخواني، من هنا خرج ذاك الصباح ومشى للجوطية، مشى للجوطية باش أن حتى هو يترزق منواش بأن غادي يولي أكبر مجرم وأكبر لعنة ديال الساكنة غادي تنزل عليه. علاش؟ لأنه قتل مواطن بوليسي رجل أمن. لا حول ولا قوة له إلا بالله العلي العظيم. هنا على بعد أمطار إخواني غادي تكون الجنازة والروح والجثة والقبر ديال رجل الشرطة. نعم إخواني كانت تواجدوا هنا، هنا قرب المقبرة، هنا تدفن هذا الشرطي. ما نواش مسكين، هنا بالضبط أخي المتتبع تدفن هذا الشرطي، تنتواجدوا في المقبرة. نعم هذا المقبرة إخواني اللي حتى هي من العيب والعار أننا حصلت بين الطوموبيل. لا إله إلا الله. إذن إخواني كنتواجدوا في هذه المقبرة اللي تنتمنوا من هذا المنبر، أنا أتمنى من هذا المنبر من المجلس البلدي إعادة ترميم هذه المقبرة رحمة إخواني بالأرواح ديال الفلادات الأكباد ديالنا وجدودنا ووالدينا. هم السابقون ونحن اللاحقون. نعم هم السابقون ونحن اللاحقون. ما كتلقى هنا في القناة غير قراعي الشراب والسكيرية، أن حتى الحرمة للمقابر ما بقاتش، حتى الحرمة للمقابر إخواني أنها في الحرمة ديال المقابر والميت. هنا إخواني تدفن هذاك الرجل، مازال مجموعة ديال الأصدقاء ديالو تيتوافدوا على القبر ديالو. نعم مازال مجموعة تيتوافدوا على القبر ديالو. هنا كان ساكن إخواني، وهذه الطريقة الرئيسية اللي تيدوز منها السيد. هيئات المجتمع المدني حاولت إخواني باش تدير غير واحد الشاطو صغير ديال الماء هنا كما تيبان. ساعة للأسف الشديد هذا الشاطو إخواني داروا غير مجموعة ديال الشباب، ولكن للأسف الشديد ما فيهش الماء، ما كاينش ولا وروغار واحد. الشيء اللي خلى الشباب ديال المدينة ديما تيجيبوا مجموعة ديال القارورات إخواني عامرين بالماء وتيحطوهم هنا في سبيل الله، باش اللي جا باش يشوف والديه واخا أنه غير يرشهم بالماء. الله يرحم والدينا ووالديكم ويرحم جميع الموتى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هنا إخواني غادي نحاولوا نتوادعوا مع ساكنة أسفي، وغادي نديروا آخر زيارة إخواني قبل السفر ديالنا إلى القبر ديال الشهيد لقمة العيش ضابط الشرطة اللي مات مغدور.
يا سيدي مات مغدور، مات مغدور. كان عوال مسكين انه يرمم هو براسه، كان عوال باش انه يجي ويقوم بالترميم ديال هذه المقبره. بالله عليكم واش هذه مقبره؟ بالله عليكم يا اخواني، بالله عليكم شوف الحاله ديال الموتى ديالنا. شرفاء اسفي، مناضلي اسفي، اللي اخواني اللي تغمدهم الله بالرحمه ديالو الواسعه. ما رأي المجلس البلدي والمجلس القروي ومجلس الجهة ومجلس الإقليمي فيما يقع هنا في حق الأموات؟ أسفي كيتعدف فيها للحي ولا الميت. إذا حان الوقت باش نطلبوا المحاسبة والردع، حان الوقت إخواني باش نطلبوا المحاسبة والردع. علاش لا؟ إيه بغينا حتى احنا نشوفوا برلمانيين في الحبس، إيه بغينا حتى احنا نشوفوا وزراء في الحبس. محال واش تقدر تصيّر ديالنا إخواني أنها باش تقطع. غادي نحاول ندير دوميتور هنا الى ما دعواتكم، لان حاولنا نتوغلوا هنايا باش نوصلوا الرساله. يا سيدي نوصلوا الرساله بالصوت والصوره. علاش لا؟ الصوره تتكلم والحاله الكارثيه. المقابر اذا اخواني ما هي رسالتك اخي المتتبع؟ شوف لي اخويا غادي ضربنا شي حجره ما فيهاش. شنو الرسالة ديالك أخي المتتبع؟ شنو الرسالة ديالك اللي بغيتي تقول للمسؤولين أو للمنتخب؟ تجي تزور باك أو لجدك، ما يمكن السيارة توصل للقبر ديالو، عيب وعار. أن علاش ما نحاولوش ندير ولو غير طرقان صغار هكذا الواحد غير يجي يطرحن في سبيل الله؟ السيد رئيس المجلس البلدي، السيد رئيس مجلس الجهة، هذا هو البيت الأخير ديالكم، هذا راه المصير ديالي وديالكم وديال أي واحد. السيد رئيس الجهة، السيد رئيس المجلس البلدي ديال أسفي، عيب ما نويتش باش أنني نلقى شرفاء أسفي، عيب أنني نلقاهم بعد ما التحقوا بالرفيق الأعلى بالله سبحانه وتعالى، عيب أنني نلقى قارورات ديال الخمر ونلقى بأن مقابر ولا زال. أصدقاء ديال المرحوم، هنا القبر إخواني ديال، هنا كنشوفوا أصدقاء المرحوم، تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته، وإن إليه لله وإن إليه راجعون. هنا كنشوفوا أصدقاء ديال المرحوم جالسين إخواني تيتصافطوا معاه بعد ما مات مقتول، مات مغدور. دعواتكم إخواني، ما هي رسالتكم إلى المجلس البلدي؟ ما هي رسالتكم أخي المتتبع الكريم إلى المجلس الجهوي؟ ما هي رسالتكم إخواني؟ الشباري قتلوا مغدور، قتلوا مغدور. هذه المدينة اللي الحمد لله إخواني ديال الحمد لله، مدينة اللي كانت معروفة بالأمن والأمان، مدينة اللي كاين أقلية ديال رجال الأمن. لا نحمل احنا المسؤولية لا رجال الأمن ولا القيد ولا العامل، ولا كلنا نتحمل في المسؤولية فيما آلت به الأوضاع هنايا في هذه المقبرة. هذاك هو القبر بالضبط فين واقف ذاك السيد مول الزرق مع هذاك ديال، هذاك هو القبر ديال الرجل الأمن مسكين. اليوم الصباح كامل والمعارف ديالو مساكن اللي مازال ما تقوا بأنه راه مات مسكين. نقيدوا هذا كما قالت الأخت ليلى، انقذوا حاضرة المحيط. فالإخواني، فتغمد الله المرحوم برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته، وإن لله وإن إليه راجعون. لا إله إلا الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لا إله إلا الله. اللهم ارحمه واغفر، ارحمهم واغفر لهم وآنس وحشتهم ووسع قبرهم. اللهم اجعل عيدهم في الجنة أجمل. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم ارحمهم رحمة
تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبرهم في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنا مطمئنا يا رب الأرباب. أسفي. اللهم افسح لهم في قبرهم مدى بصرهم، وافرش قبرهم من فراش الجنة. اللهم ارحمهم ولا تطفئ نور قبرهم. اللهم افسح لهم في قبرهم مد بصرهم، وافرش قبرهم من فراش الجنة. اللهم ارحمهم ولا تطفئ نور قبرهم. يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته، وثبته عياك عند السؤال. اللهم أعدهم من عذاب القبر وجفاف الأرض عن جنبتها. اللهم اغفر واصفح عن ميتنا، وباعد بينه وبين فتنة القبر، واجعلهم روضة عليهم، مستبشرا بلقائك. لا إله إلا الله، إلا أنت الغني عن التعذيب، الغفور لمن يلي. لا إله إلا الله. ما هي رسالتكم إخواني إلى المنتخبين والمسؤولين عن 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 هذا الفضاء اللي هو بيت كل واحد؟ الحمد لله كل واحد، هذه الدار هنا يمسكن ناس اللي راهم جالسين ومازال تيشوفوا مسكن في القبر ديال هذا الشرطي اللي مازال اخواني ما دخلتش للساكنه للراس بانه مات. لا اله يا الله، أنت المحيي وأنت كذلك المميت. اللهم إنا لا نعترض على قضائك، ونسألك إن تجعلهم نورا وضياء على موتانا ومن يسكنون القبر من قبلهم. اللهم أريهم منزلهم بجنتك، وأكرمهم بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته من حياتك وسره وعلنه. لا إله إلا الله. رسالتكم إخواني إلى المسؤولين على هذه المقبرة، رسالتكم إخواني، لأن باش أننا نوصلوا حتى المقبرة شفنا عذاب ديال الأحياء، وها نحن نوثق عذاب الموتى. فلا إله إلا الله. اللهم أبدل هؤلاء دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وادخلهم الجنة، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أجزي بهم على الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم إن كانوا محسنين فزد من إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا رب الأرباب. لا إله إلا الله. بسلام عمي، الله يتقبل الله يتقبل. اللهم اجعل عن يمينهم نورا حتى فابعثهم آمنين مطمئنين في نور من نورك يا رب الأرباب. اللهم اجعل من قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. لا إله إلا الله. إخواني، دعوتكم لموتانا وموتاكم وموتى كل المسلمين بالرحمة والمغفرة، وإن لله وإن إليه راجعون. وكأننا إخواني في أيام زمان، في أيام العصر الحجري، في مدينة أنعمها الله الخيرات، هاته الأسوار التي أصبحت تقي أرواح أجدادنا من بطش بعض السفهاء الذين أقدموا وتجاوزوا الحدود، بل تعمدوا شرب الخمور والمحرمات في قبور لموتانا. فلا إله إلا الله، وكل نفس ذائقة الموت. لقد سبقنا أن تكلمنا إخواني على هذا
هذا الحوض المائي اللي حاولوا مجموعة من الشباب أنهم باش يديروه، فتنتمناو الدخول العاجل ديال المجلس البلدي والمجلس القروي، فمن العيب والعار أننا إخواننا أننا نشوفوا هذا الكارثة حتى في المقابر بعد ما تبتنا معاناة الأحياء. إذن حان وقت صلاة الظهر حسب توقيت آسيا. إخواني ساكنة أسفي، كما قلت لكم عزاؤنا واحد، عزاؤنا إلى كل ساكنة أسفي، عزاؤنا قد الكاميرا أوصل. لا إله إلا الله. إذن إخواني هذه الحالة هنا في أسفي، شكرا للمجتمع المدني في أسفي، شكرا لكل من ساهم من بعيد أو قريب هنا في أسفي من أجل إعادة الروح والطمأنينة إلى مدينة أسفي. دوزنا 3 أيام تقريبا مع ناس أسفي، ناس بسطاء، ناس كرماء، ناس أنهم تيحاولوا غير يخرجوا من واحد القوقعة ديال الكآبة اللي دخلت فيهم من بعد ما شافوا مجموعة ديال الوسائل الحقرة. يحملون المسؤولية إلى المنتخبين، يحملون المسؤولية إلى من انتخبوهم، فها نحن نناشدكم هنا من بيوت الرحمن، من آخر دار والدار الآخرة والدار التي في انتظار أي واحد لكان مسؤول أو مواطن عادي. كنت نتمنى توصل هذا الأذان بكل إنسانية بكل رحمة تزامنا مع أذان الظهر هنا بمدينة أسفي. أسفي تئن، أسفي في حاجة إلى لجان تفتيش، أسفي في حاجة إلى لجان الردع والمراقبة. ما ألت به الأوضاع، ما علينا إلا أن نقول عزاؤنا واحد لساكنة أسفي، عزاؤنا واحد لأسرة الأمن الوطني، وحسبي الله ونعم الوكيل. انتظرونا إن شاء الله، سنعود بإذن الله ومما لا شك فيه. بغيت أننا نجيو نلقاو تغيير، تغيير ولو هنا درنا برنامج على الأحياء، الأحياء يعانون
وهنا برنامج آخر عن موتانا فها هم يعانون. تحية أخوكم حميد العقاوي مباشرة من مدينة أسفي، من المقبرة التي أري فيها جثمان شهيد الغدر الأخ محمد ضابط شرطة ممتاز. تحية أخوكم حميد العقاوي.